الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هو بيقول لي فريدة is painting her house. She estimated the area overall to be 114، يعني حسبت الأريا بتاعت الحيطة بتاعتها، قدرتها يعني بالتقدير كده، قالت دي تقريبا تعمل 114، الأريا تعمل 114 تقريبا. طيب عايزه بقى تعمل ايه بقى؟ الحيطه في الحقيقه اصلا الاريا بتاعتها 120، يبقى كده هي قدرت غلط او في نسبه غلط. ايه الغلط بقى؟ الايرور بتاعها، الايرور نفسه، هي اصلا الاريا الحقيقيه 120 وهي قالت ان هي تقريبا 114، فاحنا هنعمل 120 ماينس 114 عشان نشوف بس الايرور بتاعها، يطلع 6. بس ده مش برسنتج، ده مش برسنت. عشان نحسب بقى البرسنت ايرور، البرسنت ايرور قال لك بقى بسيطه قوي، حط الايرور اللي طلع ده اللي هو 6 حطه على الايه، الاكشوال، يعني على الحقيقه، الحقيقه ان الحيطه كانت 120 وبعدين اعمل تايمز 100. طب 6 اوفر، طب دي انا اعملها ازاي؟ سهله، ممكن اكنسل 0 مع 0 و6 و12 هما الاثنين في بعض بقت 6، دي بقى 1 و12 ديفايد 6 بقت 2 اهي، يعني ممكن اعمل 6 ديفايد 6 بقى 1 و12 ديفايد 6 بقت 2. طب ال 2 دي ممكن اختصرها مع ال 10 برضه اهي، 2 ديفايد 2 في 1 2 ديفايد 2 في 5، في الاخر اتفضل لي 1 تايمز 5 في 5، وال 1 اللي تحت ده ملوش لازمه لان قلنا 5 بار 1، ال 1 ملوش لازمه. طيب ال 5 اللي طلعت دي بتبقى ايه؟ بتبقى بيرسنت، لان المفروض ال 100 اللي انا عاملها دي كانها بيرسنت، دي الفكره بتاعتي. يبقى انا بجيب الايرور الحقيقي نفسه 6 ايه؟ هي غلطانه في 6 سكوير متر، 6 سكوير متر التقدير بتاعها، ولكن البرسنتج ان انا احط الايرور، لو قال لي برسنتج اوف ايرور احط الايرور على المساحه الاصليه اللي هي الاكشوال او الاريا، الاكشوال اريا اللي هو 120، واقوم عامل تايمز 100. بس هي دي الفكره بتاعت المساله. يبقى انا الانسر بتاعتي هتطلع 5% اللي هي اول، اللي هي ثالث اجابه، يعني مش 0.5% بقى، 5% اللي هي ثالث اجابه. بيقول لي find the percent error for an estimate of 24 but an actual value is of 30. طيب the percent error is كام؟ انا هحسب الايرور الاول، الايرور بتاعي اهو هي اصلا الحقيقه 30، ده الاكشوال ماينس ال 24 اللي هو في خطا، هو الاريا الحقيقيه 30، انت قدرتها ان هي 24 يبقى انت غلطان كده في 6. طب عايز ده حقيقي كله، عايز بقى البرسنت ايرور، واخد ال 6 ده حطها اوفر الاكشوال، الاكشوال اللي هو مين؟ اللي هو ال 30، وتعمل تايمز 100. اظن دي سهله، ال 6 وال 30 هما الاثنين بتاعوا ديفايدد 6، ده ديفايدد 6، 6 ديفايد 6 فال 1، 30 ديفايدد 6 فال 5. في الاخر بقى لو انت عملت 100 ديفايدد 5 هتدي لك 20، يبقى 20%، يبقى الاجابه بتاعتي او الانسر بتاعتي هتكون 20%. ده بالنسبه للايه؟ للاكشوال.